باسم رابطة نقابة المتقاعدين العراقيين نقدم شكرنا وتقديرنا إلى السيد النائب معين الكاظمي الذي أطلقنا عليه كل متقاعدي العراق لقب معين المتقاعدين. حقيقة هذا الرجل أمامه وخلفه سبحان الله وقف وقفة مشرفة مع كل المتقاعدين. الرجل الشهم صاحب المواقف المستمرة والداعمة والساندة للمتقاعدين. ندعو الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الكريم أن يمن عليه وعلى كل المتقاعدين بالخير والتوفيق والبركة، ونحن داعمون وساندون لهذا الرجل وأهديناه درع الوفاء وفاء منا لمواقفه المخلصة والمستمرة والتي يعني شهد لها القاصي والداني في كل محافظات العراق. تحياتنا وشكرا جزيلا.